ثم بعد ذلك مباراة الأهلي والغرافة. وهذه المباراة الكرة إلى بغداد بونجا. نعم هنا عنوان النجاح، بغداد بونجا يسجل الهدف الأول، يتقدم فيه السد. أولا السد يتقدم بغداد بونجا والسد بالبطولات. بغداد يسجل هدف أول بكل أريحية، استقبل الكرة وحطها في المرمى وسجل الهدف الأول للزعيم. يا سلام يا بغداد. بغداد بنجاح استلم كرة رائعة جدا، لو جاتنا بالإعادة الآن انتابع كيف تعامل معها بغداد بنجاح. شوف شوف كيف تعامل معها، استلمها عاد بكل بساطة، انطلاقة للعبة ممتازة لمصلحة السد. الآن مرور، يا سلام يا سلام يا سلام على الرائق حسن الهيدوس، يسجل الهدف الثاني يؤكد في أفضلية السد في اللقاء بشكل رائع جدا، بل يؤكد أفضليته حسن الهيدوس بشكل رائع. استقبل الكرة، عدى وتجاوز من حارس المرمى وسجل الهدف الثاني ليفرح الجماهير السداوية التي تعبر عن فرحتها بهذا الهدف الجميل جدا. شوف الانطلاقة، حمرون والهيدوس، من الواضح أن هناك تفاهم كبير جدا بين الثنائي. شوف تمريرة حمرون بين هذه الجموع، الهيدوس انطلق في المكانة الغالبة، هيدوس مشي فيها تقدم وسدد. يا سلام يا سلام يا سلام علي أسد اللي سدد وسجل، اللي سدد وسجل. يا سلام يا سلام يا علي أسد، تقدم بعناق علي أسد ووصل إلى حدود منطقة الجزاء وسجل هدف ثالث رائع جدا للسد. جمهور السد يطمئن على فريقه في أول مشواره بدوري النجوم لهذا العام بثلاثية ممتازة انطلق بها بغداد بنجاح، ثم بعد ذلك الهيدوس، والآن وصوله. يا لعيب يا علي، لعب الكرة، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى لمصلحة نادي السد، الوصول لمنطقة الجزاء والتسديد. الله، نعم أنت اللي تفتتح وأنت اللي تختتم. بغداد بنجاح يسجل الهدف الرابع، رابع أهداف السد في هذه المباراة. المباراة تبدأ ببغداد وتنتهي ببغداد بنجاح، يسجل الهدف الرابع بكل اقتدار في مرمى نادي الخرطيات. السد يبهر ويمتع في هذه الليلة ويسجل رباعية من أروع ما يكون.